بين القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت هايتي ترزح تحت الاحتلال الفرنسي. استغلها لتنمية اقتصاده، فشكلت ثرواتها 40% من عائدات تجارته الخارجية. نقلت باريس خيرات هايتي إلى أوروبا واستعبدت سكانها للعمل في مزارع القهوة، حتى نفد صبرهم وفجروا ثورة مسلحة في 1791. عمرت 13 عاما وانتهت بالاستقلال في مارس عام 1818. تولى جان بيير بوير أحد أبطال الاستقلال رئاسة هايتي، وفي بداية حكمه انسحبت إسبانيا من شرق الجزيرة عقب ثورة عنيفة. أراد المستقلون عن إسبانيا تأسيس دولتهم الخاصة، لكن الرئيس الجديد خاض حربا وحدت أراضي هايتي، ليفاجأ بعدها بطلب ملك فرنسا تشارلز العاشر بدفع 150 مليون فرانك على 5 سنوات تعويضا عن عمليات تخريب مزارع المستعمرين. خلال حرب الاستقلال وعمليات إبادة السكان البيض، أرسل الملك 40 فرقة مدعومة ب500 مدفع نحو سواحل هايتي للضغط على أهلها. وفي يوليو عام 1825 خضع الرئيس ووافق على دفع 90 مليون فرانك ذهبي بعد مفاوضات عسيرة. كان الرقم ضخما جدا، بلغ 18 ضعفا من الناتج المحلي في البلاد الذي يقدر آنذاك 5,100,000 فرنك. التعويضات المجحفة سحقت اقتصاد الدولة الناشئة وأغرقتها في ديون بنكية استهلك سدادها 70 عاما، فأثقل كاهل الهايتيين بالضرائب، وألزم تجار القهوة والتبغ والقصب السكري بدفع $2.5 من كل 3 دولارات يربحونها. وبعدما كان اسمها لؤلؤة جزر الأنتيل، تحولت هايتي إلى منطقة فقر مدقع، دفع سكانها ثمن حريتهم غالية، وخسرت البلاد جزءها الشرقي الذي استقل عنها، معلنا مولد جمهورية الدومينيكان عام 1844.